صباح الفل والورد والياسمين، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اتفضل فخفخينه. انت ما بتشربش فخفخينه ليه؟ دي بتريح الاعصاب وبتهديها. اشرب بس فخفخينه اسمع الكلام، هتلاقي اعضائك هديت خالص. رايح اتسوق كالعاده، في الطريق هنتكلم عن حاجات كتيره قوي. البتاعه دي بتفكرني بالمدرسه، فاكرين المدرسه؟ احكي لكم ذكريات عن المدرسه. خليك معايا نجم، صباحك عسل. انا رايح اجيب حاجات للبيت، بتسوق في الظروف الحلوه الجميله دي. بالمناسبه صحيح، في احد المتابعين قال لي التيشيرت ده خده ما تاخدش التاني الفاتح. انا عملت زي ما هو قال، انا بشتري حاجات كتيره قوي وما بصورش، ولما بصور عشان انا عاوز حاجه معينه لا اكتر ولا اقل. المهم بشكره ان هو شاركني الراي في اللون اللي عجبني اللي هو لون الكاكاو. وي الله كريم. نبدا بقى نتذكر ايام المدرسه. ايام المدرسه كانت ام الله يرحمها زمزميه الميه والسندوتشات الجميله وتلفهم يلا يا معلم على المدرسه، انا تعبان، انا بطني وجعاني، انا مش عارف ايه، روح المدرسه. ونروح، كنا طبعا بنتمرد عشان ما نروحش المدرسه. كتير قوي مننا كان بيعمل هذه الحركه، بطني وجعاني، دماغي وجعاني، والقصه دي كلها. المهم نروح بقى المدرسه نتعلم لحد ما كملنا تعليمنا. بس في حاجه وانا صغير ما زلت بتذكرها حتى الان. الحاجه دي كان جنبنا مكتبه للصول ابراهيم. الصول ابراهيم كان راجل مطوع في الجيش، وانتوا عارفين المطوعين وحنيه قلبهم على المجندين، يعني ما بيقساش على العسكري بتاعه، ما بيسرقش اكل العسكري بتاعه، ما بيمدش ايده على حاجه مش بتاعته. ده الراجل المتطوع اللي هو عم ابراهيم. عم ابراهيم كانت خلفته كلها بنات، خلفته كلها بنات، وتمر الايام وربنا يرزقه بولد. المفروض ان هو راجل في البطاقه. اخينا دون كبر بقى حلم حياته ان هو يروح ويشتغل ويمسك 10 جنيه في ايده بحالها. فعمل ايه؟ راح رايح على حاجه ابوه اللي هو الصول ابراهيم، وراح لاطش سنانير الصيد بتاعه الراجل. الراجل بيجي يخلص المكتبه يروح قاعد على الترعه جنب البيت ويقعد يطلع له شريتين ويروح البيت اخر النهار بيتسلى يعني. المعلم ده راح محصر ابوه على السنانير بتاعته، خدها باعها. تفهم ايه من الموضوع ده؟ ان دي سرقه، وان ده عيل ايده طويله، عيل عاق. المهم طبعا دي مش مشكلتنا، دي مشكله عم ابراهيم. عم ابراهيم طبعا غضب على ابنه، ولما غضب على ابنه امه طرت له، لان المفروض ان عم ابراهيم في الاساس هو مش ابوه، لان عم ابراهيم راجل ناشف ملامحه مصريه، لكن ابنه كان طالع عينه ملونه مش طبيعيه، نطه فرنساوي تقريبا. المهم احنا ملناش علاقه باللقطاء والحاجات دي، ولكن انا بحكي لكم قصه عم ابراهيم. عم ابراهيم كان راجل بيخلينا احنا نقرا من المكتبه بتاعته، عشان هو راجل خير، ما هو كان بيعمل الخير مع المجندين العساكر، ما بيسرقش اكلهم لا، ولا بيقسى عليهم لا، ولا بيمد ايده ليهم عشان ينزلهم اجازه مثلا او يديهم مبيت مثلا، ما كانش بيعمل كده، ده كان راجل طيب. القصد عم ابراهيم كان بيعمل معانا نفس القصه دي. من الذكريات اللي انا فاكرها في ايه؟ الصغر. واشرب فخفخينه ورايح اعصابك عشان هتتعب، لان الاستريس اللي موجود في الدنيا هيتعب اعصابك. وانا بتمشى للسوبر ماركت طبعا بدردش معاكم في اي كلام، احيانا كلامي بيبقى مفهومي عند بعض الناس، واحيانا تاني بيبقوا بعيد عنك ما بيفهموش. القصد انا في الوقت الحالي مستني الكورس الجديد. خالد انت مش عاوز تشتغل؟ اشتغل ايه يا ابني؟ اشتغل ايه؟ اشتغل مرمطون؟ ارمي كيس الزباله في الاخر ولا اقطع مدلج؟ يا باشا مش احنا، اقعد في السوق نظف السمك، مهنه حلوه. لكن احنا ايه؟ اعوذ بالله من كلمه انا. صباح الفل. المهم خلاص قربت على السوبر ماركت. السوبر ماركت ده بيبيع كل حاجه رخيصه في مدينه نورنبرج، لسه فاتح جديد، انا بتعامل معاه من فتره قريبه. ناس محترمين فلسطينيين على فكره، وربنا ينصر فلسطين واهلها.
شمس جميله قوي، مش محتاج ان انت تقفل فيها الجاكت، عادي تقفل الجاكت لما تبرد وتفتحه لما تكون حاسس بانتعاش وجو جميل وحياه حلوه وشمس مشرقه واخر روقان. المانيا بلد حلوه، وطبعا بلد حلوه جدا، احلام ناس كتيره جدا في كل العالم، بس انت عاوز تعيش في المانيا بجد؟ سهل، اسعى ربنا يوفقك، هتتعب كتير عشان تيجي هنا، مش سهله يعني. قال له دي بلد يا عم تعبانه ومنهاره ومعرفش فيها ايه. يا باشا روح جرب وربنا هيوفق الجميع. بص محلات العرب كتيره قوي، المحل ده اسمه البيت السوري، بيبيع حاجات رخيصه الله يوفقهم ويسعدهم، لكن انا بشتري من محل تاني. واحنا ماشيين في الطريق هوري لكم المحل من بره، مش هصور من جوه عشان المحل صغير مش كبير، والله المستعان. المحل بتاع الموبايلات ده بيبيع عطور اكسسوار بتاعت الموبايلات وموبايلات، لو انت عاوز تيجي تشتري منهم، ناس محترمه برضه. انا بقول لك على الناس المحترمين اللي في نورنبرج. بالمناسبه يا جماعه انا دلوقتي بدور على سكن جديد وهغير عنواني عن قريب، فعشان ما تتفاجئوش ان انا سبت البنهوف وحلاوه البنهوف ودوشه البنهوف والهيصه اللي في وسط البلد ورحت في مكان مثلا هادي. ممكن انا بسعى وبدور على حاجه افضل من المكان اللي انا موجود فيه، والله المستعان. يلا المحل وصلنا له اهو، المحل اللي هناك ده محل محترم قوي، الناس محترمين جدا، مشجع الصناعه الفلسطينيه. صباح الفل. اشتريت خبز ودجاج، انا ما بشتريش فراخ كامله، بشتري اللي هو الصدر، بيبقى طري وفي نفس الوقت تقدر تعمله بانيه، تعمله اي تشكيله بياكل معاك. لما بجيب الدجاج بخليها من الجلد لان ما اكلش الجلد خالص، وبخليها من العظم. طبعا الحاجات دي بتترمي بتاثر معاك في الميزان، لكن اللي هو الصدر ده بيبقى ممتاز جدا في الاكل وموفر، وفي نفس الوقت انت بتاكل حاجه نظيفه. صباح الفل، ولسه ما زلنا بنتسوق. سبحان الله الشمس تطلع خمس دقايق وتغيب نص ساعه. اه والله، فالجو اول ما الشمس بتغيب تلاقي الجو برد، ايديك بدات تبرد، صدرك بدا يبرد، التيشيرت لا مش على التيشيرت، صدرك نفسه اهم من التيشيرت واهم من كل حاجه. الله يشفي كل مريض. بص عاوز اوريكم حاجه وانا ماشي، استنوا. بصوا فردتين كاوتش كاملين اهم، الناس حاطينهم في الشارع هنا اهو للي ياخدهم لو عندك عربيه، بس دول مقاسهم صغير ينفعوا العربيه صغيره. هي دي المانيا، شايف اللي في الشارع ايه؟ اللي هو ده اللي في الشارع، وغسالات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات اخر ايه، اخر افترا، فاهم؟ قيس بقى نجم على حياتك ودنيتك. عاوزين نروح اللي هو محل التركي، خلينا نوصل هناك واوريكم المحل التركي اللي انا بشتري منه بقيه الحاجه بتاعتي. بيبيع حاجات حلال برضه، بس انت اتاكد ان ده فعلا حلال، اتاكد. انا بقولكش ان الناس دول بيغشوا، ولكن بقولك اتاكد، اهم حاجه تتاكد، ما تشتريش وخلاص، فهمت يا غالي؟ في حد كان سالني قال لي انت بتشتغل ايه في المانيا؟ مش حد واحد، كذا حد اعتبره واحد. المهم انت بتشتغل ايه في المانيا يا عم؟ ما هو انت لو متابعني او قصدك ان انت تسال فعلا، مش هتسالني السؤال ده لان انا فعلا ما بشتغلش. لا يا جماعه والله انا ما بشتغل، انا بدرس. طب ما هو في فتره بين الكورس والكورس، ما ينفعش اشتغل برضو، اشتغل مرمطون زي ما قلت لك، ارمي كيس الزباله، اخرط السلطه، وانا مش بتاع الكلام ده، انا راجل كبار عندي 70 سنه وبقيت جد، اللهم لك الحمد. صباح الفل. اللي هناك ده هو المحل التركي اللي تقريبا الناس في هذه المنطقه بيتعاملوا معاه لانه حاجته رخيصه وبيعمل عروض، وكله في طريقه وطريق البيت. المنطقه دي او الشارع دون اسمه شارع العرب او منطقه العرب، فيها عرب كتير قوي، فيها مصالح عربيه للناس كتيره جدا، العرب برضو وجميع الجنسيات. يعني المحترف دون ده بتاع شاورما، راجل محترم، في المحل ده بيبيع حاجات حلال، في محل تاني هو بيبيع حلال. كل المحلات دي تقريبا بتاعت ناس عرب، حتى في ملحمه اهين على الناصيه بتاعت اخوه سوريين في العماره اللي هي ابيض في حته بني، دي برضو بتاعت اخوه سوريين بيبيعوا حلال. خلينا نعدي من هنا الناحيه التانيه عشان نكمل القصه بتاعت
السوبر ماركت. السوبر ماركت ده لما بيعمل عروض انا باجي اشتري منه عشان هو رخيص، بشتري حاجة تقريبا بالاسبوع، وبشوف لو مفيش عروض عادي انا بشتري وانا كده كده جاي. انت خد بالك زي ما انت شايف، بص عامل عرض اهو على الطماطم الصغيره دي ب 79 سنت اهي، ده الخيار ب 149 سنت، هتلاقيها بره اغلى. وعنده فاكهه ما شاء الله، بصوا المحل عامل ازاي غير جوه. خلينا ندخل والله كريم. خلصت خلاص، اشتريت من هنا برتقال ب 149 سنت الكيلو، حلو، جبت 2 كيلو كفايه، وجبت طماطم اللي هي هناك دي اهي شايف ب 3 يورو الكيلو. هنعمل ايه؟ جو ساعة ومفيش طماطم اصلا في السوق، هتلاقيها بنفس الاسعار دي. وجبت فلفل من دون بيورو الواحد، الكيس الواحد. في انواع طماطم تاني كتير، يعني النوع ده مثلا ب 2.59، انا جبت من النوع التاني عشان ده احلى احمر، لكن ده مبهت شوية، فهمت؟ ويلا نكمل على طريقنا وفي سكتنا، احنا بندردش مع بعضينا، اسرة مع بعضينا، صباح الفل. ومازال على فكرة معايا العصير مش الفخفخينة، واشرب عصير ولا اشرب فخفخينة ولا اشرب سم حتى. يا ده اعصابك التلفانة دي، وبطل هبد والنبوحات ابوك، تبطل هبد، بلاش سويسرا وبلاش مش عارف ايه، وعمال ترزع مفيش حاجة خالص، يخرب بيت اهلك، فاضي ما عندكش اي حاجة تشغلك، روح شوف لك شغلانة عويل. دي الملحمة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ملحمة المدينة، دي بتاعت اخوة سوريين بيبيعوا لحم حلال برضو، يبقى تعالى اشتري منهم، ناس محترمة والله المستعان. في ناس كتير قوي بتبيع حاجات رخيصة داخل مدينة نورنبرج، انت بتوفر منها صدقني والله. الناس مستصعبة الامور ولكن المواضيع سهلة ان شاء الله. يا عيني على الترماي الجميل، يا عيني عليك يا قمر، عسل، دمه خفيف وحلاوة، يلا يا حلاوة، صباح الفل. ذكريات كتير، هنفتكر ذكريات كتيرة قوي، هنفتكر ذكريات ناس محترمة قابلناهم وناس غير محترمة، ولاد زينة وقابلنا النشارين وقابلنا السوابق وقابلنا المتعلمين المتحضرين الناس الجمال، قابلنا ده وقابلنا ده، وده اتعاملنا معاه وده اتعاملنا معاه، بنتعامل مع جميع بأخلاقنا وتربيتنا، اللي يجي علينا بندوس على رقبته، واللي يحترمنا حطه فوق دماغنا. كتير قوي وانتوا شفتوا في القناة كتير كتير حاجات كتيرة قوي من الذكريات وغير الذكريات، ولسه مازلت في الطريق الى البيت. في المحل ده برضو لاخوة سوريين بيبيعوا حلويات، محل نظيف جدا برضو في شارع العرب او منطقة شارع العرب الافتوس بلاتس. في كمان محل هناك هو شايفينه بيبيع كاميرات واي حاجة تخص التصوير والسوشيال ميديا، اي حاجة تخصك لو انت عندك قناة او عندك حاجة في اليوتيوب ممكن تيجي المحل ده تشتري منه، او تروح ميديا ماركت، او تروح اي مكان بيبيع اجهزة كهربائية زي اللي وديتكم فيه وما اكثرها. صباح الفل. بصوا المحل ده افريقي، انا باجي اشتري منه دايما التوابل بتاع واحد تقريبا من الصومار من اريتريا، مش فاكر المكان بتاعه ايه او دولته ايه، ولكن بيبيع بهارات رخيصة جدا برضو في منطقة شارع العرب. والحاج احمد حبيب القلب، صباح الفل ابو حميد، صباح الفل يا جميل، صباح الفل. طبعا انا جاي للراجل ده وبالصدفه شفت الراجل ده حبيبنا ونسلم عليه، صباح الفل. دخلت المحل كنت بشتري دايما اللي هو الكمون ده خشن وانا بطحنه في البيت، عارفين بكام دلوقتي؟ مش هتصدق، كنت بشتريه 6 اورو ب 9 اورو دلوقتي، يعني غلي 3 اورو، يا كتير كتير بجد، 9 اورو يعني صعب 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 يا ناس صعب. صباح الفل. شفتوا ال 450 جرام بكام؟ 8 اورو، يعني تقريبا انت 9 عفوا 8.99، يعني لو هتشتري كيلو 18 اورو كيلو اللي هو الكمون، وما يحلى الاكل الا لازم جنبه الكمون، بطاطس دجاج اي حاجه لازم الكمون. روح البيت صراحه، هو والشطه، انا عندي شطه في البيت بشتريها من ليدل وبريح دماغي، لكن الكمون باجي اشتريها من عند اخينا دون. يلا بينا، ابقوا فكروني ابقى اعمل لكم فيديو عن اللي هي رخصة القيادة بتاعة النقل اللي تتكلف كام ومين اللي يقدر يعملها في المانيا. ايه ده؟ يعني العربيات النقل دي مش اي حد يسوقها؟ طبعا مش اي حد يسوقها، لانها محتاجة مواصفات خاصة،
يلا على المحل التركي، وبالمره اشتري بطاطس عشان ما لقيتش عند الافريقي بطاطس. انا ويه ربك كريم عشان نجرب الاله الجديده، ولو اني جربتها صراحه على البطاطس وغير البطاطس. صباحكم جميل يا ناس يا عسل. لسه خارج دلوقتي من المحل دون، لقيت ايه البطاطس عشان ما اقعدش ايه الف، كلها حاجات بسيطه، ولكن لما بيكون في طريقك وبتلاقي حاجه رخيصه بتشتريها في جيبك افضل من جيب التاجر. التاجر غني مستريح وبيكسب كتير. قلت اقف شويه اشرب سيجاره لحد ما المطر يهدى. ايه ده مطر؟ اه شمس ومطر وحر وجميع الفصول تشوفها في يوم واحد. وما زلنا في طريقنا. صباح الفل. وانت ماشي اشتري لك اي حاجه، قهوه على الخفيف تظبط الدماغ في اليوم الحلو ده اللي احنا نزلنا فيه، ولينا الجو شمس ومطر زي ما قلت لكم. وايه الله المستعان، وما زلت في طريق. بص العربيات دي انا اكلمكم عنها ما تقلقش، في يوم كده ربنا ييسر الحال نكون رايقين قبل الكورس الجديد. حتى وانت ماشي المواصلات شكلها حلو، الشوارع شكلها اجمل، ولو ان المطر شغال لسه مازال مستمر. وانت في طريقك الى بيتك هانت النفق اهون، اخره ابقى في البيت بتاعي. بس في حاجه عاوز اقولها بخصوص ان انا هغير السكن بتاعي. هو تغيير السكن في المانيا سهل؟ طبعا سهل، سهل جدا. طيب انت ليه مش عاجبك المكان وعاوز تعزل منه وقررت ان انت تسيبه؟ انا على فكره مقرر ان انا اسيبه من ساعه ما سكنت فيه ولقيته زحمه زياده عن اللزوم. انا ما بحبش الدوشه ووجع الدماغ، فاهمين؟ واحيانا بالليل القطارات دي قريبه قوي من الشباك بتاعي فبتعمل صوت فبتزعجك بالليل. ايه الهم ده؟ وانا ساكن عشان اريح دماغي ولا ساكن عشان اورم دماغي؟ فهمت؟ وانت دايما بتدور لنفسك على الشيء الافضل والمكان الاحلى. انا بصراحه حلمي ان انا اجر بيت يكون فيه حديقه، الواحد يزرع بصل، يزرع كرات، يزرع بقدونس، يزرع شويه مش عارف ايه، واحنا بنتسلى في وقت فراغنا. صباح الفل. فهمت يا حبيبي؟ هو ده اللي انا اقصده، نعدي النفق والله كريم. كان يوم حلو مع انه مطر في الاخر، بس عادي مفيش مشكله، دينا بنتفسح وبنتمشى وبنشم هواء. بيني وبينكم يا جماعه يعني اقول لكم ايه، يعني البلد جميله وكل حاجه فيها حلوه، بس انا عجباني اكتر اوكرانيا. والله عجباني اكتر اوكرانيا عشان قضيت فيها سنين كتيره قوي، نسيت عددهم من كترهم. صباح الفل. اوعى تهبد. المهم يا جماعه احنا يعني في اليوم بتاعنا دون بننبسط، نخرج مع بعض. حكيت لكم على الصول ابراهيم واحترمته وابنه النشال، صح؟ اتكلمنا عنه وهنتكلم عنه. وايه الله كريم. والعبره بالنهايات. العبره بايه؟ بالنهايات. الشاطر اللي في الاخر يضحك، الشاطر اللي في الاخر اللي يكسب، واحنا ما تعودناش الخساره. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم في المطر الغزير ده واليوم الحلو دون، وصباحكم جميل، صباحكم عسل. اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم واوعى. سلام.